السلام عليكم احبابكم في قناه الشيف لطيفه. اليوم بحول الله غادي نديروا عجينه البيتزا. بونجور بيانفيني سور لا شين شيف لطيفه. اكتيفي سي فو بلي سيتيتراج بور بوفوار سويف افيك نو لا بات ا بيتزا. لهاد الوصفه بحاجتنا 260 غرام تاع الطحين الابيض ممتاز، معلقه صغيره تاع الملحه، 180 غرام تاع الماء يكون دافي، 10 غرام تاع السكر، 10 غرام تاع الخميره، وثلاثه المعلقات كبار تاع الزيت. الطريقه فهي سهله، غادي نديرو في هذا الماء الدافي السكر والخميره يتفاعلوا لينا. نحركهم مزيان، نخليو الخميرة تفاعل لينا. من بعد ما تفاعل الخميرة كيف تشوفوا معايا ويتضاعف الحجم تاعها، ها هو نديرو الطحين و الملحة في واحد الإناء، نزيدو ثلاثة تاع معالق الزيت، واحد جوج ثلاثة زيت الزيتون. سيدتي يدي راها نقية، نحركو هاد الخليط مزيان، نخلطو هاد العناصر مزيان. يمكن لك ديري هذه العمليه في اي روبو عندك. نزيدو هذا الخليط كامل، حرصوا على اننا نديرو كلشي. الكوع على الاقل حد 10 دقائق، الكوها مزيان. باش نتحكموا فيها غندوز فوق طاوله العمل. حنا تند الكوره غادي تنشف، نبقاو ندلكو حتى نسمعوها تطرطق. غادي تلصق لك في يدك وهذا طبيعي لان عجينه البيتزا خاصها تكون مشبعه بالماء. تحاوليش تزيدي الطحين، ها تلصق لك في يدك، هذا طبيعي. صافي عجينه تاعتنا هي وجدات. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نرشوه بالطحين ونشدو العجين تاعنا، نرشو يدينا حتى هي بالطحين، نحاولو نحيدو الفائض لكان لاصقين في يدينا كاش نضيعوه. ديرو هنا في العجين، ديرو العجين تاعنا بحال هكا، نحطوه هنا، نطوع عليه مزيان، نخليه في واحد المكان دافي على الاقل على الاقل ساعه، واذا خمر لكم مزيان راه واجد. العجين تاعنا خمر وتضاعف الحجم تاعو كيف تشوفوا معايا، حتى البلاستيك الغذائي اللي حنا مغطينه به راه تنفخ، دليل على انه طلق الغاز تاعو مزيان. في هذه الاثناء غادي نحيدو البلاستيك الغذائي، ناخذ العجين تاعنا اللي هو هذا خمر، نرشو طاولة العمل بالطحين ونحيدو الغاز من العجين تاعنا. صافي العجين تاعنا هو موجود. عجين بيتزا سيدتي اللي تقسمنا اليوم الوصفه تاعته تيجي على هذا الشكل.
غزال ناجح 100%. هاد العجين سيداتي تيمكن له يصبر في ثلاجة عادية في بلاستيك مدة 5 أيام، أي سد عليه في البلاستيك، وتيمكن له يصبر لنا في المزمد حتى شهرين. وكل ما صبر يعني المدة تاعته، كل ما كان النتيجة تاعته رائعة في تشكيل البيتزات. نتمنى سيدتي تجربي الوصفة وتردي عليا قريبا إن شاء الله. هذا العجين كيف تتعرفي راه يمكن لك تنسميه، تدخلي فيه الزعتر أو الريحان. بالنسبة للمنسمات، كل سيدة دير المنسم اللي أو الأعشاب اللي تترتاح لها. أنا درته هنا بالطريقة الطبيعية. نتمنى تجربي الطريقة اللي وريت لك وتردي عليا في تعليق. تنتسنى منكم تعليقات، بارتاج، اشتراك. مرحبا بكم في قناة شيف لطيفة. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.